مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. كل سنة وأنتم طيبين. وخلاص كده هنبدأ في وصفات الصيام النباتية، والنهاردة جايبة لكم العجينة السحرية. العجينة السحرية دي اللي هتعملوا منها الكفتة، وتعملوا منها البرجر، وهتعملوا منها الناجتس، وهتعملوا منها البانيه، وهتعملوا منها كل حاجة. يعني من الآخر لازم العجينة دي تبقى في بيتك وفي مطبخك وفي ثلاجتك جوه الفريزر طول فترة الصوم، لأنك باختصار شديد هتقدري تعملي بيها أي أكلة بسرعة جدا. وكمان مش بس كده، تقدري كمان تعملي منها المكرونة بالصلصة بتاعة الأفران، وكمان تقدري تعملي منها الحواوشي، يعني لا غنى عنها بخلطة سحرية. وعايزة أوريكي دلوقتي نتيجة مبهرة بصراحة، ملهاش حل. أحلى وأجمد وألذ كفتة، برجر، ناجتس، وبانيه هتشوفيه النهاردة. صيامي نباتي 100%. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، أتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، تفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ ونشوف وصفتنا حالا. أول حاجة زي ما انتوا شايفين أنا جايبة العدس بتاعي. هجيب العدس زي ما انتوا شايفين كده، انا مستخدمه في حدود نص كيلو من العدس. آه لل يعني للعلم الوصفه دي مش لازم فيها كبه او خلاط، يعني ممكن تتعمل من غير كبه او خلاط، بس ده يعني ممكن، لكن الافضل طبعا هي تتفرم. هنجيب نص كيلو من العدس ونسلقه طبعا زي ما انتوا شايفين كده. سلق بيكون في ميه بس، ما فيش اي حاجه، محطش اي حاجه مع الميه خالص في سلق العدس. آه يستحسن العدس نكون ناقعينه قبل السلق لمده 10 دقايق بس عشان ينزل الطعم اللي بيبقى ممرر فيه. وهنجيب برضو 3 بطاطسات بيكون حجمهم متوسط، واقطع اقشرهم كويس جدا واقطعهم مربعات وابتدي اسلقهم. آه زي ما انتوا شايفين كده في البطاطس مش بحط غير رشة ملح خفيفة، ملح ابيض خفيف كده بس علشان ايه، يدي البطاطس طعم. ولازم البطاطس توصل لمرحلة السوى التام، ولازم العدس يوصل لمرحلة السوى التام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تبقى مهروسة جدا جدا جدا، ما يبقاش فيها اي نوع من انواع ان هي تبقى فيها اي كتل. عايزة الخليط بتاعي كله يبقى ممتزج جدا وما نعرفش ايه اللي جواه. لسه بقى هنحط مكونات تانية علشان نكون الخلطة بتاعتنا. اول حاجة هجيب البطاطس اللي انا هرستها، وهبتدي اللي انا سلقتها، وهبتدي ان انا اهرسها كويس جدا. لو عندي هاند بلندر ماشي، لو عندي حاجة زي كده ممكن اهرس بيها، لو عندي خلاط، لو عندي اي حاجة، بحيث ان انا البطاطس لازم تبقى ناعمة جدا، تبقى بوري كده خالص، ما يبقاش فيها اي نوع من انواع الكتل. وممكن على فكرة نشتغل جوه الكبة. هرسنا البطاطس بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، هنبتدي نجيب عليها 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من الدقيق، ودول مهمين جدا جدا. ممكن ناخد 2 معلقة دقيق مع 2 معلقة بقسماط. ونحط بقى المكونات اللي هي التوابل بتاعتنا، هي عبارة عن ملح وفلفل وبابريكا وشطة، وعندي شوية صغيرين من الثوم الباودر والبصل الباودر والكمون المطحون والكزبرة المطحونة، اللي هي بهارات الصيام، يعني اللي بتدي للحاجة طعم، مش بتخلي الحاجة تبقى مجرد عجينة وخلاص. وهبتدي زي ما انتوا شايفين كده اعجنها كويس جدا واخدمها كويس جدا جدا علشان تبتدي تكون معايا العجينة الحلوة. بعد ما ابتديت ان انا اعجنها حلوة قوي قوي زي ما انتوا شايفين، ابتدي زي يعني احاول ان انا اخلي البهارات تدخل في كل حتة في العجينة. العجينة دي ممكن بعد ما نكمل باقي الاضافات بتاعتها، زي ما انتوا شايفين كده انا جبت العدس خلاص سلقته وابتديت ان انا اصفيه، هبتدي احطه على العجينة وابتدي ان انا اعجنها كويس جدا. العجينة دي تقدروا تعملوا منها كذا حاجة، يعني مش مجرد كفتة بس، وهقول لكم ازاي توظفوها في كذا حاجة، يعني ايه اللي بيخليها تبقى كفتة، واللي يخليها تبقى برجر، واللي يخليها تبقى بني. كل الكلام ده هتشوفوه معايا دلوقتي عمل، وازاي هنحاول ان احنا نحول العجينة دي لكذا حاجة. الخطوة اللي بعد كده ان احنا هنجيب العجينة بتاعتي بعد ما فرمتها كويس جدا جدا، هجيب كوباية من او نص كوباية من الفول الصويا اللي انا نقعاه زي ما انتوا شايفين كده، وغسلاه كويس، يعني نقعاه في مية
سخنة، وبعد كده شوحته على النار لمدة 10 دقايق بس لحد ما بدأ يفرون من بعضه شبه اللحمة المفرومة. وبدأت ان انا اضيف الخضرة بتاعتي اللي هي البقدونس والشبت والكزبرة زي ما انتوا شايفين كده، بحيث اني انا ابتدي افرمهم كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين انا مستخدمة الخضار الطازة ومش مكترة كتير علشان ما تقلبش معايا طعم طعمية، يعني برضو نلاحظ ان الخضرة تبقى الى حد ما معقولة. ممكن تضيفوا قرن فلفل حامي لو انتوا حابين، او ممكن تكتفوا بطعم الشطة عامة. يعني الحاجات دي حاجات اضافية، ما الا بتضيف تيست بس، لان هي تطيع مثلا طعم العدس كده، الفول الصويا، البطاطس، تبقى حاجة كده تتبيلة حلوة. التحبيشة اللي انتوا شايفينها دي روعة جدا لو حطيتوها في عيش وعملتوا منها حواوشي، وممكن كمان تحشوا منها المكرونة، وممكن كمان تعملوا منها البرجر. بس الفكرة لما تيجوا تعملوا برجر او كفتة او ناجتس لازم تفرموها في الكبة فرم ناعم جدا جدا جدا، ودي حاجة مهمة قوي قوي لو هتعملوا برجر، بالذات البرجر عشان بيفك في الزيت ما بيستحملش، فلازم انتوا تفرموها كويس جدا جدا زي ما انتوا بتفرموا مثلا الكفتة اللي هي باللحمة، لازم تبقى مفرومة حلو وتفرموها مش وش واحد، تفرموها وشين، وتسيبوا الكفتة قبل ما تصبعوها. يعني مثلا عملتوها الصبح يبقى تشتغلوا فيها بالليل، لازم تسيبوها على الأقل خالص جوه التلاجة 4 ساعات يعني على الأقل خالص، عشان تبتدي الكفتة تعمل أنسجة وتبقى سهلة علينا في التصبيع وما تفكش مننا في الزيت. هبتدي أجيب صابع الكفتة زي ما انتوا شايفين كده وابتدي إن أنا أصبعها، لازم يبقى جنبي شوية زيت صغيرين كده، وممكن أعملها بطريقة المسن دي ما اتفرمتش، يعني دي أنا هجربها معاكم دلوقتي ما اتفرمتش وهنشوف هتفك في الزيت ولا لأ. وطبعا طبعا أكيد اللي بتنفرم مستحيل تفك، يعني احنا هنجرب في دي لو حد ما عندوش كبة أو ما عندوش مفرمة عايز يعملها، يا ترى لما نحطها في الزيت هتفك؟ لا هقول لكم ازاي ما تفكش، يعني لو ما فيش مفرمه ما فيش كبه نقدر نعملها اهو بالطريقه دي. بس اهم حاجه يكون عندنا زي ما انتوا شايفين زيت طول ما احنا عاملين كده بنصبع بالزيت علشان نبتدي ان احنا نسد المسام اللي هي ممكن يدخل منها الهواء ويفرغ الكفته من جوه زي ما انتوا شايفين. وكمان هوريكم طريقه القلي اللي تخليها ما تتفرولش. صبعناهم على الفريزر على طول لمده نص ساعه، او يعني في الجو الحار ده يستحسن ساعة كاملة عشان تجمد وتمسك نفسها جدا جدا، ده قبل القلي، ودي خطوة مهمة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي نقليهم، لازم يكون الزيت ما يكونش زيت غزير، لو هي ما اتفرمتش يبقى هنقليها في زيت متوسط، تبقى نصها في الزيت والنص التاني من بره. ليه؟ علشان ما تتفرولش معايا لما تدخل الزيت. هوريكم دلوقتي هي خلاص اتشمعت واتجمدت جدا، هنبتدي ان احنا نجيب الزيت، شايفين نص زيت ونص التاني من بره، ونبتدي ان احنا نقليها. ان شاء الله مش هتفرول ولا هيحصل لها اي حاجه باذن الله على ضمانتي. جربوها وجربوا تفرموا العجينه دي وتعملوا منها الناجتس وتغلفوه ببقسماط من بره، وجربوا كمان تعملوا منها همبرجر، وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في العجينه السحريه الجميله الحلوه دي، مش هتحسوا فيها بطعم الفول ولا الصويا ولا العدس ولا الكلام ده، هتلاقوا طعم جميل جدا جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه لكم. ما تنسوش ابدا تعملوا لي كومنتات كتير جدا عشان كل الناس تشوف الوصفة، ولايكات كتير، وشكرا جدا للناس اللي بتنتسب للقناة وبتدعمني، بشكركم من كل قلبي. تابعوني في الوصفات الجديدة ان شاء الله كل يوم وصفة صيامي، وههتم جدا بالحلويات والمعجنات وبتوع الدايت باذن الله، كده ليكم وصفات خاصة. حياتي ليكم وبالف هنا وشفا، واشوفكم دايما يا رب على خير.